يقول: من الملاحظ أن كثيرا من الإخوة الذين يطوفون أو يأتون للصلاة في الحرم يكثرون التحدث عبر الهاتف النقال ويشوشون على الناس، خاصة المصلين والذين يستمعون الدرس، فبماذا تنصحونهم؟ الذي ينبغي لمن دخل المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره من المساجد ألا يشتغل بحديث الدنيا وأمور الدنيا، وإنما يشتغل بذكر الله، يشتغل بالطاعات، والجوال يقفله إذا دخل المسجد، يقفله ويقطع المكالمات، تكون المكالمة مع ربه سبحانه وتعالى والاتصال مع ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والعبادة. فإذا خرج يفتح الجوال ويكلم الناس، أما أنه يجي في المسجد الحرم أو غيره أو في المطاف ويشغل نفسه ويشغل الناس فهذا نقص في العبادة، ويأثم بذلك إذا كان يؤذي الناس، يأثم إذا كان يؤذي فإنه يأثم، وإذا كان ما يؤذي فهذا يضيع عليه الفرصة، يضيع عليه الوقت لغير فائدة.